بنصور اول حلقاتنا من شركه جوانشي اي ان جوانشي اي ان ان انجلش وي كول ات ايون. اوكي اللي ما يعرفش احنا مكاننا فين في الصين، احنا موجودين في قطعه جيجيان مدينه هانجو. اهلا بكم النهارده في معرض جوانشي اي ان، تكون اول عربيه هنبدا نانتروديوس بيها اول حلقاتنا اللي هي ايون واي بلس ميديوم سايز ما بين الاس يو في والسياره العاديه اللي هي الهاتش باك. فالنهارده هناخدكم في رحله سريعه من جوه عامله ازاي، ونحكي لكم اكتر عن الفيوتشرز اللي ممكن تحصلها في السياره دي. كل حاجه ديجيتال، الكراسي مره مريحه زي ما انت شايف قدامك، بيبقى عندك هنا ليد سكرين، كل حاجه قدامك ديجيتال. ممكن هنا الطابلون بأونلي وان تاب، البيلي بيلي عندك كلام من ده، بس طبعا بيسبورت كل اللغات، بكل اللغات اللي انت ممكن تحتاجها سواء انت بتتفرج علينا من دوله عربيه او من دوله امريكيه. كراسي مره مريحه، عندك هنا الديركسيون، العداد ديجيتال، الكراسي سواء اللي هنا او اللي ورا كلها كراسي كهرباء، المرايات برضو كهرباء ممكن تتحكم بيها من الديركسيون. ساحه كبيره قدامك هنا في الطابلون، ساحه واسعه جدا انك تحط فيها كل اللي انت محتاجه. وطبعا جدالكم اهم سؤال، وطبعا الناس كلها عايزه تعرفه، انت ممكن تسوق العربيه دي لكام كيلو، طريقه الشحن ممكن تتشحن في قد ايه. عشان تشحنها محتاج 66 دقيقه بالظبط عشان تجيت فول تشارج، بعد كده تقدر تمشي تاني وتستخدمها باقي اليوم. بس كده النهارده يبقى احنا كده عملنا ريفيو سريع على ايون واي بلس. السعر بيتراوح من 20000 ل 21 دولار بالرمبي، يعني عامل من 140000 رمبي ل 150000 رمبي. ولو انت فضلت معانا للاخر احنا مشكورين ليك جدا، وما تنساش اللايك والسبسكرايب. وعايز تعرف السعر او اجراءات الشحن او كل الكلام من ده، سيب لنا كومنتس تحت او فيل فري ان انت تكلمنا في الدي ام واحنا هنتواصل معاك. ستي تيون، هنعمل حلقات كتير وهنعمل فيديوهات اكتر، فخليك معانا للاخر وما تنساش تفعل زر الجرس. يلا بينا.